اكو مطربين عراقيين انه اكو تعاونات راح تصدر ما بعد العيد الاغاني؟ عندي على العيد مجموعه اغاني، عندي سيف عامر، عندي ورده الحنين اللي كانت بعراق ايدل، عندي سارة الأمير، عندي حسين الغزال، عندي وليد الهاجري، عندي قاسم السلطان، عمل جديد له، يعني مجموعة أعمال عندي حلوة غير العرب. طبعا عندي دينا حايك، عندي مجد موصلي، يعني وليد توفيق أستاذنا أكيد نوجه له تحية، صار وليد توفيق عندي عملين وياه، يعني أكو أعمال حلوة، وعندي أكيد عملين عراقية راح تنزل الفنانة أعمال غربي، الفنانة التونسية نجمة الخليج. أحمد أنت موزع جميل وأنت فنان جميل وصوت جميل، فبالتالي أنه أنا ومن السومرية أتمنى لك الموفقية كون كصديق وكفنان شاب، أنه نشوف إحنا اليوم كإعلاميين أنه الفن بخير. تدوى قلبك حبيبي، ها أكيد أنا أوشي أتشرف بيك وأتشرف قناتي، ها قناة السومرية طبعا إحنا باع طويل يا قناة السومرية، فأوجه تحية إليك وكل كادر قناة السومرية، وأكيد أوجه تحية لكل جمهورنا بالعراق، إن شاء الله يا رب تسمعون أعمال حلوة وأعمال تليق بالفن العراقي. شكراً.